رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ولوحنا كنحجرنا كتابك مختصر كصحيح البخاري أم ابن أبي جمرة، وحن نقصد بحديثك بقل يلا بعض كاسو تلمامي رسولك صلى الله عليه وسلم إني سؤالك ويديين بريها دي عدو أي لكل مان ميدي وحقوق شان إيسان هي سنين قصب كيني وحقوق الكران إيا إنكالي نبي قد وحقوق جوابي وحكا استقوديك داذية وأن لف إيليك أهين وأتكو قالن كرتان لفتو بها إليكتو ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم عديدنا ورحى وش مدودة أما مدودة حديث كي بقول يا سديحات عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ورسولك كوريي قال إنه يرى النبي مثل القائم مدك كنت أن تساليه على حدود الله إلى حدود سا قفك أوغايا أوفلنايا وأنك حد قد حدود الله تساليه سا إي والواقع فيها مدك كبعايا كمثل قوم وسبي قوم أوكال سبي دط أوكال استهموا أقرية تورتي على صفينة دون دون لبد بقع وقالت أهان لو راعه يا ضدكي ميشة تاقنا وقر يا تورتي دبق السر إيكا هوسي سيؤك لهلي الهايين فأصاب بعضهم قركود وحي هلين أعلاها ميشة ذي كوري وبعضهم قركودنا أسفلها ميشة هوسي بخت يا نسيبك مركي لطورا كوري هوس لك لهري فكان الذين كو وحي أهايين في أسفلها دونت هوستي لأها إذا استقوا مركي كورا بيان من الماء بيها وإيروان إلي صدر صدام بيها بدا مروا حيثو مريان على من فوقهم ضدك ككوريا وقصب إلي ضلق سريمانان كدبني عاققو رئيو ونان تولو أي بدكو توران كدبني إبي لصو بحان وضدك خوص جوغا وإني ساسا ميان مروا حيثو مريان على من فوقهم ضدك ككوريا فقالوا حيدا وقوي هوسى ويتشتين لو هدي أما أنا وخرقنا أن دلعصنا في نصيبنا نصيب كان خرقا دلاعن أو لم نؤذي آمان قبين من فوقنا ضدك ككوريا كورما ولا ليال ما لنكستو هدي أن ربنا إنا بدا كورابنا ضدك كورا كورما مدح اللوغة استاغة من نقطة اللوغة استاغة من بيئة مدح اللوغة شوى مركي بيئة لصوت بامية محانو ديوين ابي دهين هادان ابك انتان كدلينو دون دا ان هوس كدليلينو او بيهين انصا اوغا قادانا بسا ان ادل عصانو كورما لو هدي انا انا وخرما ان دلاعنا في نصيبنا نصيب كان خرقا دلاعين او دون تا ميش انا وان ليناي اي هوسي ان دليلينو ولم نؤذي آمان قبل من فوقنا ضدك مغاكور ايو كورم حالة دا هي كورم ايدين كمرك فإن يتركوهم هدي اغتاقان وكوه هوسي هدي لغا شبهو وكوه كور اي كآموساني اغتاقان وما ارادو يوحي دونيين او اح ان دونت لدوليوليو هلكو جميعا من ما تدو هلك سنعين إلين دون هوس لغدر يلي بيه سو قلاهي بيه مركب بحسماننا دون تهوسي قليسا ممان
qartayaan waana wada dhimanayaan. وحدي كأمصان ضد كسرة كوهس وحيدونيان وإن أخذوا حديث أي قبطان على أيديهم قعنوه هذا وأيضان ولا ليالو هدي الله عينينا أنك نبكينا رالي كوه نقولي استاجة اكتبين موغ الشوء مضح موغ استاجة رالي يان كوهي كرسو مرا إبديها كوركا قاطا حدي صابهانا نجو ويبدبانا يان كوهي كوري ونجوا جميعا ضمن تنويد بدبالين محو دعى مركه تصالها تصالو حو دعيا ادوك ودود لسل سارنيهي ددك هوس وددك فسقدا اي معاصي ايو حمانت سميا ددك كوري وددك علمده اها اي لربي اني كعليان حمانت ددك حن سادرتد حدي ددك هوس اي دنبغا سمينيان xumaanta ay galayaan kuwa kore culimadu ay ka aamusaan adduunka la wada saarnaa waa la isla halaagayaa kulli waa la wada baabacayaa xadiisa dadka sare macnaha doonta la duleelinayo macnaha waxay u dhigan tahay waa macaasiyda samaynayay adduunka dhexdiisa dembigii lagu samaynahay waa dadka hoose waa fusaqadii dadkii cusaada ahaa haddii shib laga baho doontii ay duleeliyeen adduunkii ayaa loola jeedaa xumaantii bay ku sameeyeen ka korena badbaadi maayo kan hoosna badbaadi maayo doontu way qarqismaysaa kula wada dhimanayaan laakiin dadka kore hadday gacanta ka qabtaan dadka hoose ooyadhaan war macaasida dhaafa war ilaahay ka cabsada war waxaan iska joojiye war ribadaha xunina war zinada iska joojiye war sigaarka ka cabina war xijaabka xirta hadday saa mar walba ugu dhibtoodaan najow wanajow jamiican ولو ذبت بابية ساسو مرسولك رسولك يلي صلى الله عليه وسلم حديثك بغني أفراد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحيري قال رسول الله رسولك أن وحيري الظهر نبرك يركب والقرى بنفقته نفقينتي سسببتي إذا يقفك أكرك بصدا قلت أهم أرعى إذا كان مرهونا هدو رهنهي واللبن الدري عنها دري كجرا وانا صح لكن حولها الحيران عندك صمها عنها عندك كجرته وحولها يشرب حلو عبا بنفقته نفقين تيسا قفك نفقين وإذا كان مرهونا هدور رهيهي وعلى الذي متك يركب قيل الثنايا ويشرب عبهيا النفقة نفقة لقربا محلق هذا حديثك سجنا حديثك معنيس وحواية رهنتا قفة وحكا قاضتي رهنبا اجيبتين نيف أريئة نيف كي أريئة أهاو إلمايهي عانان واليهي انتي لو حلقاك كيناي ألابتا دا نيف كان هيسال لقو يري رهنبا دو هيستا نيف كاس يابية سيناية عصنا سيناية ننكي رهنتا لوغو ديبي حدي رهن لوغو ديبو oo asagu uu cusub uu siinayo cooskii iyo biyihii asaga caanaheedana cabaya rukubna wuu ka dhiganayaa hadduu yahay neef la gaadiidsado sida awr oo kale fars oo kale iyo wixii markaa la mid ah haddii ninka rahan ahaanta loogu dhiibay uusan nafaqada bixinayn biyana ma siiyo coosna ma siiyo waxaa siinaya ninkii lahaa aabeenkaas u geynaya caanihii lasoo lisay asagaa loo keenayaa macnaha waa qofka nafaqaynaya geed ahaan wuu u qaadan karaa markuu geed ahaan kusoo dhamaysto wuu soo celinaa taa markaa waa la samaynaa marka xadiidku saasaa loola jeedaa aldahru yurkabu binafaqatihi dhabarka waxaa lagu raacaa oo lagu koraa oo geed ahaan looga dhigtaa nafaqayntiisa idaa kaana marhuunan hadduu rahan yahay ولبن الدر عامها ناسها كجرنا يشرب بنفقته نفقين تيسان لوحبا إذا كان مرهونا ما نوافق نفقينا يا عانها لسينا يا وعلى الذي مدك كركيسا يركب ويشرب على يوك ركوب سنة يجد سنة يررنا يا النفقة نفقة كركيسا آتي حديث كي بقول إيشانات عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت وحي تركما وحان أهين مؤمرك ولا أمره الله فرو كما لؤمر من أهين عند الكسوفي قرح مذوباتك مركو دعوه وحنا الأمر جي أكتئذا بالعطاقة حرين إن أضوم ماذا إيه ضدك وحيا أسيرين تأى إن الحرين تاسا نلفري جري قف سحابية أما جمر سحابية هبيت بعضه نؤمر وحوح أمر يا رسولك صلى الله عليه وسلم
haday dhahaan min asunna san soo tilmaanay wax wax sumaynay waa rasuulka sal alay wasalam. Marka asna waxay leedahay qaalid waxay tiri kunnaa nu'maru waxaan ahin kuwa la faro la amro cinda alkusuufi kusuufka inta badan qoraxda loo isticmaalaa khusuufkana dayaxa loo isticmaalaa faidaa bariqa albasar وخصف القمر سيد إلهي سبحانه وتعالى ضيحين قوم ذوبادو لا بد ولا به كرا خصوف كضيحنا ولا به كرا شمسنا ولا به كرا خصوف كضيحنا ولا به كرا شمسنا ولا به كرا البخاري قال قال النبي نبي روحه يقول صلى الله عليه وسلم لكل امرئ شخص كستوحو ليه ما نوى وحي أميسته ولا نية لي ونصرمان للناسي المامي والمخطئ يقف لا بابا وحد كوقفته لو ما هيستو ناسي وحنوينا لو ما هيستو ويقف كدوس وميه اي وح عنه والله دافيا مخطئ قفك قفه ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به وحد كوقفتان الهي الى المقب صنعي سبحانه وتعالى حديث كي بقول التضبات وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدا النبي اذا اتى هدوء لي ماذا أحدكم مدكين خادمه شقاله سب طعامه عنده سأؤكينه فإن لم يجلسه هدوس فإن سنين مع وعيسى خادم بالله ذهي قف أقول لك على شقايا قبل بوياسية هيد وهاي مركا روشينكي ويسا ميسي محالة روا إنا كل عمد صرف ريسينا دافت قد سلعنتان هدي دعيسو فليناولو هسي وهجرسي لقمة هالقاضشو أو لقمة أم اللبقاضشو أو أكلة أو أكلة أم هالعنتان أو أكلتين أم اللبعنتان هالعنتان أفكالا قشتميه قدر بالو لجيلا وحوغا باستد يبريسكي صحن أغوغر أغوشو سي كد لو أين وليبا صرف سمحيته هاي فإن له أصب ولي ولي علاجه وحو وليي وتوليي سمينتي سي دياليسا جيكد وح سهل ما دور غالي وعوابا قاعي ايو رشي كركيني ايو وحي او ضمد ايو وحي ابا فرب من بصش عرفتي ايو وحي ابا ضمد وقفك لبات او كنقل ميا وشين قلت او كجرو بعد ما وقفك نوسو دياري اذي هل قاسات اسكفا ديسا انت لغو كينو وتشبك انا هذا اسكو عمتو اخلاق حموة مفلعنا رسولكم مركو وحوليه هاي هدي او سنبك ولا في الانساني وادن في الانسان شغال ما بلا في الانس بريهاني واسي مركة هوري جارسي لقمت يا لقمتين اكلي اقلتين واحنا عاصة مركة كجارسي ويا ولي فإلا وليا علاجه عمتضى بسلين تيلي ديارين تيلي هبين تيلي يوتوليي الصغاء استاغي معنا حديث كي بقول بسديدات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حدا النبي لو دعيت هدي لإيغو يالها ما لإيغو وعلها إلى ذراع لدوم أو كراع أم مجمجم لا أجبت أن أجيب لها ولو أهدي هدي لإيس هديين لها إلى ذراع لدوم أو كراع أم سه كراع وقران قرادة إلغا هوس إيو مجمها إيو وقبلت وأن أقبل لها ذو نبيه أخلاق ذا في عن إنهي يحديث كنت الماما وحما وحلسك كينا إيه إيو مجمه إيو لغا صحا إيو سهر دي إيو مدي إليه بولي رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كن سيدي سنو دايو أولا ده لو دعيت إلى ذراع أو كراع مجموينك أريغا إيو ذراع إيو بنيين كيسا حدي إنت لئيس لإيو يرو قال ابن كالي او ارنت اسن الله عنهايو لا جبت انا اجيب لها ارمى وحن بعض ما بو وعيسان انا كرسولك الهي اه به ما يواي هدي هدي اهل ايبو كينا هدانا تواتيو واه ان لوغو وعو طلبات بغوريا لوغو كيناي ولو اهدي هدي لا انس هدي الى ذراع دونو او كراع اما مجمو لقبلت وان اقبل لها يو قفكي اي كلي كوم عيدين لهين سائل الحديث كو ضعفنا قال واحد بهن حديثك الا تاويلي وبنانته وحلا به كرا شيء ضعيف هدي لا ايغو وعو وح اسكير عن جاره ايو iyo wax yar oo silid kor looga shubo iyo oo aan bariis iyo hilibkii iyo shidnigii mooskii iyo alaabta aanba laygu wicin laakiin rasuulka sallallahu calayhi wasallam tawaaduciisa ayuu markaa tilmaamayaa haddii wax daciif laygu yeero waxaan saas u sii weynayn waxaan maa dadka loogu wacan ma dhihi lahayn haddii wax yaris oo daciif ah la ii soo hadiyeeyana
waan aqbali lahaa buu dhahay nabiga sala allahu calayhi wasalam. Xadiidkii 109aad can anas radi allahu canhu qaala, anas wuxuu yidhi ataanaa rasuulullaahi, rasuulkii allaa noo yimid sala allahu calayhi wasalam, fii daarinaa haadihi, daarteenaan ee tan ah ayuu noogu yimid. Wuu booqanayaa nebiga. Fastasqaa, markaasuu cabitaan dalbaday. Fastasqaa, wuu waraad dalbay. biyo caabitaan u keenno, waan ka xishoonay. Faxalibnaa, waxaan u soo maalnay ama u soo lisnay. lahu rasuulka shaati ri, lana annaga noo joogtay. ri anagu aan lahayn ee nebiga loo soo maalay. bacdi uma kabacdi shub uma intaa kabacdi shubtuhu, waxaan ugu soo barxay barx min maain biyo, bi'rinaa ceelkeena haadihi ee kan ah, ceelka gurigooda ku yaalaa, sida la maalay gurigooday joogtaa, guriga ayagaa iska leh. walilahi alxamdu, walilahi alxamdu, caanaa soo gadanaa guriga kira waaye, ceelka biyaha banaanka laga soo dhaansadaa. marka waxyaaba fara badan oo qofku markuu asagu samaysto uu ku baahi baxayaa jirtaa. haddii beer inta aada leedahay yaanyadii iyo wixii meeshiiya laga soo gurto oo qofka lo intay u joogta caanaha ka maasho meel yar uu dego uu markaa haysto waa tii oo kale. markaas wuxuu leeyahy rasuulka gurigeena noogu yimid, markaasu waa cabitaan dalbaday, riyaan u soo lisnay nabiga sallallahu calayhi wasalam annaga aan lahayn, kabacdi biyaan ugu soo barxnay oo ceelkeenan laga soo daray. faacataytuhu, waan siiyey, wa abuubakarna can yasaarihi, beexiisu fadhiya nabiga, wa cumaru, cumarna tujaahahu, wuu kasoo horjeeday, wa acraabiyun, nin reer baadiye ahna can yamiinihi, midigtiisu markaa fadhiyey rasuulka. nebigu waxaa midig ka fadhiya nin reer baadiye ah, abuubakar wuxuu ka fadhiyaa bidix, cumarna rasuulku kasoo horjeedaa. falamaa faraqa, markuu faaruqay uu dhameeyey, qaala cumar wuxuu yidhi haadaa abuubakarin, kan abuubakar waaye, sii kan sii abuubakar waaye. fa acaa, wuu siiyey rasuulka acraabiya, ninkii reer baadiye uu siiyey. qaala, markaasuu yidhi alaymanuuna, alaymanuuna alaa fayaminuu. qaala anas wuxuu yidhi fahiya sunnatun waa sunno, thalaatha maraatin, saddex jeer. macnaha cumar wuxuu u arkay bacdama abuubakar nin weyn akhyaara uu yahay, nebiga bidixdiisana uu fadhin isaga la siinaayo, laakiin nebigu ma yeelina ninka reer baadiyaha ahaa oo midigta fadhiya ku xaq leh, kaasuu markaa siiyey. kadib buu yidhi alaymanuuna, alaymanuuna, midigta kuwada oo midigta kuwada, alaa fayaminu, ama ilaa fayaminu, midigaysta oo qofka markii wax la bilaabo midigtiisaa lagu wadayaa. qaala anas wuxuu yidhi fahiya sunnatun waa sunno, taasi sunno waaye, thalaatha maraatin, saddex mar ayuu ku celceliyey. xadiidkii 109aad, xadiidkii 109aad can caaishata radia allahu canha qaalat wixii kaana rasuulullaahi, rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yaqbalu, mid hadiya hadiyada uu aqbali jiray, wayuthiibu, wuuna abaalmarin jiray calayha, dusheeda, oo qofkii nebiga hadiyad u keena abaalgud buu siin jiray. waa da'bi iyo dhaqan fiican, waa caado wanaagsan. rasuulku hadiyada waa qaadan jiray oo kalama wanaysiin jirin, waa taan soo marnay majimasoo hadiyeeyo ama laygu yeero waan eribi lahaa, haddii laysoo hadiyeeyana waan qaadan lahaa buu dhahay nebiga. rasuulkii a wuxuu ahaa yaqbalu, mid qini alhadiyata, hadiyada, wayuthiibu, way abaalmarin jiray calayha, korkeeda. albukhaariyu qaale, wuxuu yidhi qaala nabiyu, nebigu wuxuu dhahay sala allah, man ruuxii kaana ay u sugnaatay calayhi korkiisa xaqun xaq, falyucqihi, ha bixi, xalalhu, ha ka xalaal noqdo. qofkii qof ama u haya deyn u haya ha gudo, ha iska dhiib. qofkii qof xaq ka haysta ha siiyo, ama hadda xalaal noqdo ha dhoka cafis dalbo intaan aakhira la gaarin. idan dirham iyo dinaar la kala qaadan maayo, geel aad maanta dhacday dhiib lagu dhihi maayo, xasanaad baa lagu kala baxa. qofka aad qaadatay qadarkeeda oo xasanaad ah ayaa qofka laga qaadayaa.
maalinta xasanaadka waa loogu baahi badan yahay. maalinta xasanaadka dadku aad bay baahi ugu qabaan. inta aan la gaarin maalin dirham iyo dinaar aan la kala qaadanaynin, qofka maanta wixii aad ka gashay ama aad ka xaday ama aad ka dhacday ama aad ka xogtay isaga xalaal noqo. i cafi dhe xataa walaalo, in lagu cafiya suuragal ah, ama fal yucqihi ha siiyo oo ha iska bixiyo. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحو يري كنا وحانو أهين مع النبي نبي معيقيس صلى الله عليه وسلم في سفر سفر نوانو كجرني وكنت وحان أهابو الله عبد الله بن عمر على بكر بع صعب أودالي أوربان كسقنا قربعه نوغي فقال النبي نبي وحو كجري صلى الله عليه وسلم عمر بعنيه إيجا إيبي فباعه ووكئيبيي فقال النبي نبي وحوي هو لك أضا إسكاله يا عبد الله عبد الله يو سفر بالغسو قدومو لغسو نقضي عبد الله بن عمر رتئي أربو صارنا عنده جابر رواد كالت المانتي وجابر أها انت كدبنا واحد بعضي إن رسول كله إيجئيبي كدبنا أوقيال لوغا إيبيي مركي مغالبا لغسو قلينا رسولك صلى الله عليه وسلم ويري جابر آوي لعكتي سسي رتيجينا ميش او كسو حري مركو جابر بحو لعكتي قاتي او ركينا او طافي ايو رسولكو كدبت دري اذيغو ويري جابر ايغو يارا جابر على صوى عوالا كياني وحور نبيغا ما وحد اما ليسي قرقرطان كي يارا اي انكو ولا قرقرطامي انا نجيل هذاكو قادانا ايو قادة جيل كاك يلا عكتا لبضبا هذا اسكاليه ساس الرسول كتل مامي حديث كان حتل ماما ابن عمر رضي الله عنه انو عمر كيبي النبي انو اها بكر انو اها قربع قربع عصو صعب اهو دالا رسول كان عمر او قربع بعنيه اغقب وكيبي نبي مركا وحوير هو لك يا عبد الله عبد الله وعضا اسكاله عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له أرض قفكي أرض يقول أسقنا تيبو له النبي فليزرعها ها أورتو أو أمسه ليمنحها ها صدقيو ها سيو أخاه ولالكي فإن أبا هدي أوديلو إنو سمبير إنو بيرتنا وديلي للكيسي إنو قفسي نواديلي فليمسك أرضه للكيسي سكهيستو أسا إسكاله إله السيد سبحانه وتعالى هدي او بيرتنا نفعب اوغا صبح لها هدو ولالكي كسو دقيو سيانا أجل وكهيلي لها لبدا مدي دي فليمسك هايستو أرضه للكي سبو رهي نبيك صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنه قال عمر وحو دهي حملتو حنكو حنبارون كسو دقيي على فرس فرس أيانكو بحيي في سبيل الله إلهي جدكيسا جدكي إلهي أيان فرس كبحيي فرأيت وحان أركي فرس كيو يباع لقذايو لإيبنايو فسألت رسول الله رسولك ألان ويديي صلى الله عليه وسلم أولي برواينا قاروحي كدرين وحان سي أغاذي ولبا إنو رخيص إغا سينايو والعك رخيص ومركا كو إيبنايو رسول كان سؤالي وأن إذا فرس كان صدقيي جد ألا أننا كبحيي ننكي لغو صدقينا وكو عياري فرسكي هدوا إيبنا يا أسوق يا لاي مكاقتا قال رسول كوحو هاي لا تشتري هكا إيبسنين رواذا قاركود حتى دو درهم يكومي كاسيو هكا غذنين ولا تعد هصون نقصنين وهكون نقصنين في صدقتك صدق ضاضا صدق قفت سيسي أسيقو قداي هداد أركتو كما إيبسن كرتيت إلا زكاة الفطر قو أكلا دوتكو حي سميايان قفكو سينايا كبعد نسوقو قينايا قفكو أسوق قدانايا تالا ما سمين كرو وحد أذيق صدقان أديبتي ما سوق قدان كرتيت حتى درهم هدي لك ديو أما هل دور لكن قفكي لسيي هدي انت قفك لا او كقضوي قعنك لكو وريكتو او قعن تاك لا اب كقضتو دنبي ما مركا مركا دنبي ما نقونا يسا بل سوحا دنبي قفكي اد كو صدقي ستي ان مركا كسو نقصتو ولا تعد في صدقتك صدق ذا سوء الشنين ويقفك انت صدق بحية سوء عشته وعلا مد نقونا يا اي متغي متغي سينا
dib ugu laabtay 115 xadiiskiisi an Aisha radiyallahu anha qalad wixii tiri jaat imra'atu rifa'ata rifa'a haski siba timid rifa'ati alquradi rifa'ihi alquradi ghayr quradi aha ila nabi nabiga u timid sallallahu alayhi wa sallam faqalad wixii tiri kuntu han aha عند رفاعه رفاعه اكتس رسولك الله فطلقني ويفري رفاعه نكي رفاعها فطلقني ويفري فبتون قوي طلاقي طلاقي اوحي الجيدا سدح ذيني طلق ويطماطي فتزوجت وانقرسدي عبد الرحمن بن الزبير اينقرسدي انما معه نعي سوحا هذي مثل هدبة الثوب مرضة رتيدة وحلا متأ ذكر كيسي عبد ريسا وحيقة مطري أولا جيدايو نين قوي له أما حوق له ما أهان ساسي مركا أولا جيدا ورانتا مرضة قرفتيدة تاسو كلا مرضة الاندقاء فقال رسول كوحو دهي أتريدين موحا ربتا أدونيسا أن ترجعي إلى النقطو إلى رفاعة رفاعة ninki hore rifaa'a ah inaad u noqoto taama marka rabta laabu dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam maya ma dhacaysa arinta hatta inti tadhuqi usaylatahu ad malabkiisa dadamiso wayadhuqa asagana uu dadamiyo usaylataki malabkaaga wa abu bakarna jalisun bu aha ku fadhiya عنده اكتيسا وحديثك حتى الماما يا محللك وحمرك اللغو مقعابو انو سن اهين مير دعي او لغو كالتاقي كليا لكن لازم او يهي اني لبضي قفوت از اركان ولوصفي عن اي مركا اسكو اركان وابو بكرنا جالس وحو اها كيف الدي عنده رسولك اكتيسا حديثك بقول يطبن يلحاد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحو يري قال النبي نبي وحو كنا في بنت حمزة حمزة قبدي أورنا لو أذيركيس قبرتو نالي لا تحل لي إيما حلال أها ويحرم من الرضاعة نقمد وحا حرام كو أه ما يحرم من النصب وحي نصب كرام كو أه هي بنت أخي ولالكي قبدي سواي ومن الرضاعة نقمد إيقول ولا لوبي حمزة نبي أذير ويهي بعدما أذير ويهي حمزة قبرتا أوردالي نبيق إلما أذير بي نقونا يعان لنا أحدي لفيريو وأبنان تهي لكن محا ميشا سواق علي حمزة حمزة إيا النبيقا يا لنا عوالا لكا لنا أذير نما هدي لقبحو لنا أحق الرضاعة من نقمده أي ولا لكيهين أو أسرقا إيا حمزة إيا النبيقا يا هل هو مركا نوجيسي مركا لنا أحدي ولا لقوكا لنقضي walaalka gabadha oo dhalay adeerbo marka uu noqona saasa rasuulku u diiday gabadhi xamza ama dhinac kale adeernimada kali haday ahaan lahayd marka way u banaaneyd rasuulka sallallahu alayhi wasallam wa an abi muusa wa hadith kib boqol toban iyo todobaad an abi muusa radiyallahu anhu qala wuxuu yiri sami'a nabi nabi wuxuu maqlay sallallahu alayhi wasallam rajulan nin ninkaasoo yuthna amaanaya ala rajulin nin kale ويطريه كن حيل ديرانايا في مدعي أمانتيسة أدبو أماناي فقال الرسول بحودهي أهلكتم واد هلاكتين أو قطعتم أما واد قويسين ظهر الرجل ننكا ذهر جيسة دبر كيسة ننكا دبر كيسة أياد جديسين أود هلاكتين أما سأد قويسين ساسو مركا يري ضدك أمانتا برد ما في عنا ولوقفكم مركا لأمانة وحاجرة كسي كبره أو دورك انتو سيقلو كبير كسي قاضايا كاس وليبا أمسي فيعنا إلا قف لغو كالسوني هاي ما هنه بقول إيطبال إيسيديد حديث كيسة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول الله رسولك ألا وحو يلي صلى الله عليه وسلم ثلاثة سدح لا يكلمهم الله إلهي لهض لمايو ولا ينظر إليهم مفيرين أيو إلنا حريس له يوم القيامة ما لنت قيامه ولا يزكيهم من طهر أيو ولهم عذاب عذاب نويليهم سدح ذوذة عذاب كاسو أليم وحنوجيا
ama xanuun badan kow rajulo nin waaye calaa fadli maain biyo ziyaada u haystaa bitariiqin jidkana wuu ku haystaa yamnacu min wuxuu u diidayaa ibna sabiili musaafirka qofka jid marka ahna hadduu damco wartaas inuu ka cabo uma ogolaanaayo asagana way ka badan yihiin biyo ziyaada ah oo meel uu ku shubtay ee uu cabay xoliisii ka waraabsaday berisii ka waraabsaday weli meesha ku jira ibni sabiil jidka maraayana uu leeyahay ma cabaysid kaa ilaahay la hadli maayo mana fiirinaayo mana u naxariisanaayo cadaab xanuun badanna wuu leeyahay ka labaad wa rajulo nin waaye baayaca la baayactamay oo la ballantamay rajula nin kale laa yubaayicuhu kugula mubaayici maayo ilaa lidunya adduun maahane adduun ma ahee wax kale oo kula mubaayaca galaayo ma jiro fa in acطaahu haddii uu siiyo maa yuriid wuxuu doonayo wafaa lahu wuu oofinayaa ballantii wa ilaa haddii kale lam yafi lahu oofin maayo kaasna kii labaad waaye ka saddexaad wa rajulo nin waaye saawama gorgorsaday rajula nin bisilcatin badeeco bacda alcasri casirka kadib casirka kadib karaahideeda adag maahane waa wakhti kasta fa xalafa ku dhaartay billaahi ilaahay laqad uctiya biha inuu ku bixiyey kadaa wa kadaa intaa iyo intaa badeecadan intaasi igu fadhisaa iyuu ilaahay kula dhaartay fa akhadahaa kii kale wuu ku qaatay waana beentiis marka oo wuxuu leeyahay badeecadan afar kuna igu fadhisaa ilaahay baan ku dhaartay afar kunna uguma fadhiso saddex bay ugu fadhisaa afar kun iyo shan boqol baa laga siiyeyo ninkii loo dhaartay waa u rumeeyey saddexdoodaba ilaahay lama hadlo mana u naxariisto cadaab xanuun badanna marka wa ay leeyihiin xadiidkii 119-aad waa xadiid dheer weli waxaan filayaa inuu yahay xadiidkii ifkigii caaisho lagu been abuurtay marka meesha haynoo joogto wabillaahi tawfiiq wallahu subxaanahu watacaala aclam